بنشوف جديد بيطلع عليكم المهندس والخبير الزراعي مروان حيدر. خلينا نشوف قبل ما يطل ويخبرنا قصص جديدة عبر سكايب كيف كانت الأجواء من بيت الزراعة. ميرسي كثير، ميرسي مروان، عم تعرفنا على الزراعه. ميرسي مروان عم بتطلع فينا بالزراعه، ميرسي او تي في، وان شاء الله هيك بهالبلد يكون منيح. انا جايبت له ورق الزريعه عنده ضيعتيني دواء لإله، وشفت الفريز وحبيت ميرسي لعبده لبرنامج اوزون ضو للاستاذ مروان ولبيت الزراعه. وهلا الى بيت الزراعه بأنت الياس مع بي الزراعه. والله لك فقد يا مروان امبارح، يعني شو بدنا نعمل؟ صباح الخير. بونجور. عوافي عوافي، سالوا عنك كثير والله، بس الاسباب كانت خارجه عن ارادتنا. بطلع مرتين اليوم. يلا ندوب لك الوقت. عن شو رح نحكي اليوم؟ هات نشوف، رح تعرف هذا السبت؟ والله الانترنت كمان لازم يصير عليه تأمين يا مروان، مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، لأنه الصورة ما عم تكون واضحة. الصورة واضحة؟ لا، فيها فيها بلور شوي، فلو يعني. فلو شوي، لأنه طبعاً كيف بيقولوا الانترنت كونكشن كثير قوية. مزبوط. مع إنه مددوا لأيلول السرعة والسعة، بس ما شفنا يعني شيء منه. كيف هيدي مش عم نعرفها. بس بالحكي. بتصور شيء عشبه بتتاكل؟ صح. بيحط شمره؟ 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 100%. انا بسميها شمار ولا لا؟ بسموها شمره، على الفنون يعني. شو بيطلع له كادو المخرج لان هو عرفها؟ هي بحطوها بحشوه كبده اللقطين. كثير طيبه. رح اليوم على الاستوديو، اليوم ما في تركيا لانه ببعت في الهواء. اوكي خلص، رح يوصلك على استوديو مخرج الي ابي. شو بدك تعملنا منها؟ ايه هلا قال مش مهم الشمره، مهم يجيب كرتونه البيض لانه هونيك السعر. رح نعمل فيلم انا وياك. ايه والله، خلص. ايه والله لازم. تفضل استاذ. هيدي الشمره اللي كنا اهالينا دائما يستعملوها بالبيت القديمين، يعني بالاشياء الاروماتيك يستعملوها لوجع البطن، شيء يستعملوها ليهرب الاشباح ويهرب الشرطيش. بقى لها اخبارها كثير قديمه الشمره، بس هلا اكثريه الاوقات اكيد العالم بتستعملها بالمطبخ، بتستعملها للبيوت تبعها، بتستعملها بالاشياء الدروبي وبالاشياء البروبيات للوجه، البروبيات للايدين بالمختبرات. نعم. الشمره شكلي بتعيش سنتين، فينا نزرعها من البذر، الورق تبعها بيتاكل، العود تبعها بيتاكل، والزهره تبعها بتتاكل، هي بتعمل زهره صفراء. وكثير اوقات اذا ملاحظين هيدي زهرتها، بتبين هون اكثر على الكاميرا. والحبوب يلي بالزهره كثير طيبين، بحطوهم مع الاكل، كل شيء كويسين رسمين بحطوها بهيك بالبلايات الطيبه. نحن بلبنان بنستعملها كثير بالعشي، بنستعملها بالاكل، بنستعملها اوقات بالشوربيات. بكبة اللقطين بالحشوة. صحيح. زراعتها كثير هينه، منا صعبه ابدا، وكثير اوقات اذا كنا عم نمشي عم نعمل رياضه بالطرقات بتلاقيها طالع على جوانب الطرقات يعني، وبتتحمل شوب كثير، بس مش شوب كثير، بتتحمل شوب لما تشوب زياده عن اللزوم دغري بتزهر زهرتها وبتعمل لون الاصفر، بس ما بتحب كثير السعه، يعني بجديد كثير ما بتتحمل كثير السعه. نعم. نحن بجنينتنا اذا كنا عم نزرعها فينا نزرعها بدري، هيدي هي بتصير البصلة تبعها ليك قد ايه بتكبر. بذرتها منا حبة صغيرة كثير يعني. شوف حبتها كبيرة بتشبه شوي الينسون. نعم. فينا نحط الترا جرين بهيدا البوك العادي، وفينا نزرع كذا بذرة، يعني أنا اليوم في ازرعهم موزعين مش ضروري حبة حبة، لأنه بعدين حأرجع أعمل ريبليكاج ونشتغل على فوق مثل هيدا. بلا ما حطها بصينيه، في حطها بفوق مثل هيدا، بزرع بحط فوق منه شوية تراب، نغطي البذرة ما تحترق في الشمس، وأكيد بدنا نرجع نصفي بطريقة كمية كبيرة. نعم. أول 15 يوم. هلا بس تطلع الشكلة اللي أعطينا فيها كثير هين، بس تكبر بوقت معين آخر الصيفية فينا نحن نقصها، وهيدا البنوي نقدر نحن نحطه
بقلب علبه ارميتيك مسكر مضبوط ونحطه بالبراد بيقدر يضاين 7 أيام لثمان ايام. نعم. والناس اللي بتاكل البصله اللي بتحطها بالسلادات او بتحطها بالشوربه او بالطبخ بتقدر كمان تصفها للبصله وبتضين تقريبا 15 يوم بالبراد، شرط انه نحطها كمان بشي مسكر او بنايلون مغلوق مضبوط وبقلب كبره. تفرده مش بنايلون، بقلب منشفه وبتقفر وات مسكره مضبوط لتكون ارميتيك. هيك ساعتها بيكون بتضين عنا وقت. قبل ما تتابع مروان، في عنا مجموعة أسئلة. أول سؤال، البقدونس بس ينزرع لازم يتغطى بالجونفايس ضروري؟ في إلها طريقتين، يا بنغطيه بالجونفايس يا بنحط تراب وش بريكين فوقه وبنصفي ماي 26 أول 15 يوم. الجونفايس كثير ناس بتفكر نحن بنحط الجونفايس لحتى تضل رطبة، هي مش مضبوطة. بس تطلع عليها الشمس أول 10 دقايق ربع ساعة حتصير محطة الجونفايس. نعم. احنا بنحطها بس حتى تحميها من حرارة الشمس ديركت كما تحرق البيت. مشان هيك اوقات يعني اذا قطع شهر وما طلعت البقدونس يعني خلص ننكشها بلا العذاب. احنا اذا بنصقي الصبح وعشية اول 15 يوم اكيد اذا البذر منيح رح تطلع على البقدونس. نعم. اذا ما عم نصقي معقول نحرق البيت. سؤال ثاني، اللافندر عندهم عم تيبس ليش؟ اذا المحل تبعها ساحل منه كثير جبل بتعمل هيك كثرة مي تعمل هيك، وإذا محل فيت تعمل هيك. ثلاث أسباب. يعني شمس بالجبل ومي متوسط. مي متوسط وما تكون محل فيت، بده يكون محل شمس. إذا بالفي وعم تنطقط نعم. من سؤال؟ نعم. لا خلص. لا بقاش في أسئلة هلا، بس حدا بعت لي شيء بالصوت يا ريت بيكتبوا ما فينا نسمع. تفضل أستاذ مروان. نعم. كنا عم نقول كمان يلي بده يحافظ على اللونش الجنوي يقدر يشحلها اخر الشتويه بترجع بتطرد عن جديد. هاي الشتوية ما بتعيش اكثر من سنتين. مثل ما قلنا ما بتحب السقعه كثير، بدك تسقيها بدها محل شمس اكيد، بدك تسقيها بجمعه مره فيها تحمل عطش لانه عظيم بتصير مثل بصله مثل هاي بيحمل المي تبعه بيقدر يعطي الرطوبه والمي للورق للفيال. نعم. فينا نعطشها مره بجمعه، يلي قاعد بالجبل بينزل وبيطلع بيعطشها مره بجمعه. بتبقى من سنه لسنه؟ سنتين بتعيش. هيدي سكين زون سيزونيه. سنتين وقتها بتعيش سنتين اكثر من هيك، بعدين بتعجز يعني اذا نحن اهتمينا فيها بتقطع سنتين مرتاح. نعم. بس نطمر البندوره بعد كم يوم لازم نصقيها؟ فيك تطمرها بتصقيها بعد يومين دغري. فيك تصقي وتطمر. نعم. بترجع بتصقي على الوقت العادي لحتى ما يصير عندك ثلاث سنتين. اوكي. كل قد ايه بعد التمر لازم نصقيها؟ حسب المنطقة وحسب شو نوع البندورة الزراعة. عادة فينا نصقي بالجمعة مرة إذا معودين على طريقة العطش، فينا نصقي بالجمعة مرتين. حسب نوعية التربة إذا بتحمل مي ولا لا، حسب نوعية البندورة إذا بعلي إذا أمريكاني إذا علماني، كل نوع بندورة بنصقيها. لا الفرق ما راح يكون كثير، بس نزعنا كيف نزعلي البندورة البعلي بتحمل عطش أكثر. أكيد. نعم. كيف يتم زرع الملوخية وكيف بنصقيها؟ بدك اول شيء تنكش الارض مضبوط، تشيل البحر، كسر التلع ليكون عندنا ارض مضبوطه فارضه مضبوط، يعني تكون فيها منيح ما يكون فيها بحث وتلع. وبنجيب الملوخيه بنجيب شويه رمل اللي عم يزرع مسافات كبيره، بنجيب الملوخيه بنجيب شويه رمل بخلطهم مع بعضهم وبرش برش اول مره بهالطريقه بيرجع بيوقف بعكس الطريقه اللي عم برش فيها، يعني مره بالطول ومره بالعرض بيكون وزع البذور على كلها مثل ما لازم. وكيف نصقيها؟ فينا نرجع نغطيها بطبقه خفيفه تراب او بنجيب المشط نضرب هيك ضربه 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 لحتى يفوت البذره على القليله اقل من نص سنتي تحت التربه، وبنصقي صبح وعشيه اول جمعه بس يبلش بنصير نصقي على العطش يعني كل يوم. نعم. بعدين بصير نصقي حسب بس تكبر المخيف بنصقي يوم اي يوم. نعم. خلصنا نحن مع الشمره؟ لا بعد ما نجيب البيض لنقل البيض. ايه صحتين هيدا على الغدا هلا. شكرا لك، شكرا لك باي زراعه مروان حيدر من بيت الزراعه بقنط الياس. اليوم مذكركم ما في توزيع، ما تتوجهوا يعني الا لشراء او لنصائح. لا، يتوجهوا لياخذوا نصيحه ويشتروا. نصيحه واشتروا اكيد.